سلام و A8 2018 واللي هو ملك الفئة المتوسطة لبريميوم نوعا ما لشركة سامسونج في سنة 2018 انا عدنان دلعين وهي المراجعة الكاملة وقبل ما ندخل بتفاصيل الجهاز هذا الفيديو برعاية اي ماي فون وهالتطبيق بيعطيك امكانية استرجاع جميع انواع الملفات من على اجهزة الايفون حتى جهات الاتصال او رسائل الواتساب على سبيل المثال وطريقة العمل عليه سهلة جدا وعندك عدة انماط لاسترجاع البيانات وفي نقطة اكتشفتها امبارح انا عم بالبرنامج برايي هي اهم من استرجاع البيانات واللي هي انه الايتونز بالنسخ الجديدة ما عاد قبل يثبت نظام او يعمل فورمات للايفون اذا كان عليه بصمة او باسورد حتى لو كان الجهاز ما عليه اي كلاود فهذا البرنامج بيعطيك امكانية الفرمتة وفك البصمة او القفل بحال عدم وجود اي كلاود على الجهاز التطبيق بيجي مدفوع ولكن الشركة وفرت لي خمس نسخ حتى اوزعها عليكم ورح يتم الاعلان عن الخمس فائزين بهي النسخ لما نوصل 10500 مشترك فيتكم معنا يا شباب فبالوصف اسفل الفيديو رح تلاقوا رابط حتى تشتركوا بالمسابقه على منصه جليم ورح يتم اختيار خمس اشخاص حتى يربحوا هاي النسخ وبنرجع لموضوعنا بداية الجهاز بيجي بنفس لغة تصميم الجلاكسي s 9 وتقريبا بنفس المتانة بحيث انه أن تصميم شيء خرافي من ناحية الشعور باليد متانة ازرار الصوت والباور الاطار المعدني مع الكيرفات على الاطراف اللي بتعطي الجهاز مسكة رائعة جدا وهالشي رح يستمر بكل مره رح تشوف فيها الجهاز وتصميم الجهاز بيجي بريميوم جدا خصوصا الانعكاسات بتطلع على ظهر الجهاز واللي بيجي طبعا زجاج واللي يعمل كمغناطيس للبصمات مثل اي ظهر من الزجاج وطبعا هي النقطه بتفرق حسب اللون والجهاز بكل تاكيد بيجي مقاوم للماء والغبار بمعماريه اي بي 68 وفعلا الجهاز بتحمل المرمغه بالماء وسبق انه صديقي عبدالله الله رخا عمل فيديو هو عم يختبر تحمل الجهاز للماء رح تلاقوا رابط الفيديو بالوصف اسفل هذا الفيديو شباب شباب عملوا حمله حياه التقنيه وبصمه الجهاز يا جماعه بتيجي محفوره بظهر الجهاز اسفل الكاميرا بنفس لغه تصميم الجالكسي اس 9 واللي فعليا كانت دقيقه جدا ولكن ليست الاسرع على الاطلاق يعني مو مثل اجهزه اوبو على سبيل المثال فنحن عم نحكي باجزاء من الثانيه فما رح يكون عندك اي مشكله مع البصمه وفوق البصمه مباشره رح يكون في عندك الكاميرا مثل ما حكينا سابقا واللي بتجي بدقه 16 ميجا بكسل بفتحه F1.7 وبتعطي اداء مقارب جدا لكاميرا الجالكسي نوت 5 واللي هي مو سيئه ابدا ولكن برايي بهيك فئة سعرية المفروض الكاميرا تكون افضل من هيك خصوصا انه نحكي عن جهاز مثل 2018 وبفئه سعريه مو قليله ابدا نحكي عنها بفقره الاداء ولكن سامسونج مثل ما بيقولوا بياضتها بالكاميرا الاماميه وانا قلت هالحكي بمراجعه الـ A5 2017 ورح لهم مع الـ A8 2018 يا يعني جماعة الكاميرا الأمامية بتعطيك أجمل صور سيلفي ممكن تشوفها بجهاز تحت ال 500 دولار، وبغض النظر عن التفاصيل إذا بتعمل لي زوم 25 اكس، الجهاز بطالع صور سيلفي رائعة جدا، إضافة لميزة عزل الخلفية واللي هي البوكا افكت، بتشتغل بشكل جدا ممتاز، وإذا بدنا نحكي كأرقام فالجهاز بيجي بكاميرا أمامية مزدوجة 16 ميجا بكسل للعدسة الأولى و8 ميجا بكسل للعدسة الثانية وكلاهما بفتحة عدسة f1.9 واللي يعتبر أيضا شيء ممتاز ولكن في ملاحظة أنه كادر الكاميرا الأمامية يعتبر مو واسع كثير مقارنة بأجهزة ثانية مثل النوت 5 على سبيل المثال واللي هو قد لا يكون شيء مهم للجميع ولكن حبيت أوضح هالشيء وإذا نظرنا تحت الكاميرا الأمامية رح واحدة من أروع ميزات الجهاز ألا وهي الشاشة بأبعاد جديدة 18 إلى 9 واللي بتجي بحجم 5.6 بوصة بدقه Full HD دي بلس ومن نوع سوبر اموليد الخاصه بسامسونج مع طبقه حمايه من غوريلا جلاس وطبعا ما فينا ابدا نحكي عن شاشات سامسونج معروفه السوبر اموليد من افضل الشاشات اللي ممكن تجربها على اي هاتف او حتى شاشه تلفزيون فالشاشه من جميع النواحي الاضاءه الالوان الكونتركس زوايا الرؤيه جدا ممتازه وحتى تستمتع بالمحتوى على الشاشه بدك صوت جيد فالجهاز مثل العاده بفئه الاي بيجي بسماعه خارجيه على الجنب من الاعلى واللي هو مكان غريب ولكن مو سهل ابدا انه ينكتم وصوت الجهاز كان مقبول جدا ما راح يكون مشكله بالجهاز يعني. "ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين" وإذا نظرنا للأسفل فرح تلاقي منفذ 3.5 ملم الخاص بالسماعات واللي ما يشعل أصلا من جميع الأجهزة المتوسطة إضافة لمنفذ الشحن واللي بيشحن بطارية بحجم 3000 ملي أمبير بتكمل معك يوم كامل مع 6 ساعة عصرين أون تايم تقريبا واللي يعتبر شيء جيد جدا على استخدام مكثف وطبعا المنفذ هو التايب سي مع دعم الشحن السريع الخاص بسامسونج تقريبا عم نحكي عن 50% خلال نصف ساعة أو أكثر بشيء بسيط واللي هو شيء طبيعي جدا يكون موجود بهيك جهاز نحن عم نحكي عن فئة طايرة بالسما. وقبل ما ندخل بالاداء يا جماعه الجهاز سعره 8000 جنيه مصري او ما يعادل 451 دولار اضافه انه نحكي عن 10000 جنيه بالنسبه لنسخه البلس فاسعار طايره ومع هيك الجهاز ما بيقدم هالاداء المرضي بهيك فئه سعريه ابدا وخليني اشرح الموضوع الجهاز بيجي بمعالج ليس الاقوى وبنظام ثقيل طبعا سامسونج خففت بشكل كبير من نظامها ولكن لسه تعتبر واجهه ثقيله ومليئه بالميزات والانيميشن واللي حيزيد العبء على المعالج مع الاستخدام بحيث اول اسبوع من الاستخدام اداء الجهاز رح مرضي تماما ولكن بعد اسبوع او اسبوعين رح يصير دروب بالاداء بشكل ملحوظ إضافة لتأخر بفتح التطبيقات واللي فعلا شيء ما يلاحظه مستخدم خفيف ولكن نحن مو قاعدين عم نحكي عن جهاز تحت 3000 جنيه، نحن عم نحكي عن جهاز سعره بسعر جهاز فلاج فهالنقطة ما كانت مرضية أبدا بالنسبة إلي، وبرجع بقول إذا أنت عم تشتري الجهاز لميزات ثانية واستخدامه نوعا ما متوسط إلى خفيف، فما رح تلاحظ هالشيء إطلاقا، وبالمناسبة الجهاز بيجي بمعالج 8 نوات من إكسينوس واللي هو 7885 مع 4 جيجا بايت رام و64 جيجا بايت ذاكرة تخزين. واللي هو ممكن تاخده من شاومي ب 4000 4200 جنيه او نصف الثمن تقريبا. عندي سؤال يا جماعه في بعض المشاهد لهي المعاينه تصورت خارج الاستوديو، فهل بتحبوا هالشيء نعمله بباقي المعاينات ولا بتحبوا جميع الفوتيج تكون مصوره داخل الاستوديو؟ شاركونا رايكم بالكومنتات اسفل الفيديو او من الاي فوق على اليمين او على اليسار. وطبعا بعد ما رغينا كتير بالاداء نعمل لمحه سريعه على ستارت وير بهذا عن نظام الاندرويد 7.1 قابل لتحديث لنظام الاوريو والنظام بيجي نسخه عن اللي موجود بالs S9 و S8 واللي هو السامسونج اكسبيرينس واللي تحسن بشكل ملحوظ عن السابق وعندك ميزات ليوم الميزات تقريبا واجهه سامسونج هي واحده من اكثر الواجهات اللي فيها ميزات ولكن يا جماعه في شيء لاحظته انه زر الهوم لا يعمل بتقنيه 3 دي تاتش او حساسيه الضغط ولكن حتى تفتح الجهاز المفروض تضغط لمستين على زر الهوم فتلقائيا الشاشه بتفتح فعندك الاولويز اون ديسبلاي موجوده عندك الاو تي جي موجوده الجايسكوب سنسور رح تقدر تشغل نظرات واقع الافتراض واللي رابط معناتها بالوصف اسفل الفيديو موجوده عندك الفيس ان لوك واللي بيشتغل بشكل في نقول متوسط الى مقبول واللي بيشتغل بفضل قوه الكاميرا الاماميه بحيث خليني اكون صادق معكم ما قدرت اعتمد عليه اعتماد كلي لانه احيانا كان يطول او ما يتعرف على وجهه بظروف اضاءه معينه واحيانا اضطر بعد مبالا الوجه زياده حتى يشتغل ولكن بتضل ميزه ممكن نستخدمها شخص ما وبرجع بقول انه بتضل مشكله سامسونج الوحيده هي انه ما عندهم نسخه مخففه من السامسونج اكسبيرينس بحيث ما في عندهم نظام حطول الاجهزه المتوسطه للضعيفه هو نظام واحد واخيرا نقطة قد تكون مهمة للبعض انه الجهاز بيجي معه بالعلبة جراب او كفر للحماية بالاضافة لتحويله من المايكرو يو اس بي للتايب سي واللي بيسمح لك فقط انك تشحن الجهاز بكابل مايكرو يو اس بي وما فيك توصل فلاش او عن طريق هالادابتر طيب بعد ما حكينا الحكي كله هل تشتري الجهاز ولا لا يا جماعة الجهاز بيجي بتصميم حلو جدا كاميرا امامية ممتازة خلفية مقبولة شاشة من افضل الشاشات ولكن اداء وقيمة مقابل السعر صفر بحيث مثل ما حكيت الجهاز بيجي تقريبا ب 8000 جنيه او 451 دولار واللي ما بيستا يعني الجهاز ما بيستاهلك سعر ابدا يعني انت متخيل أن ممكن تاخذ جهاز مثل ون بلس بهيك سعر فواقعيا ما بنصحك ابدا تشتري هالجهاز الا بحاله واحده اذا حابب باقي الميزات وانت مستخدم خفيف يعني حابب تحمل تصميم الاسنان وميزاته بس ما معك ثمن الجهاز ممكن يكون جهاز مناسب الى غير هيك في عندنا خيارات افضل من هالجهاز وطبعا اذا عندكم اراء اكتبوا لنا في قسم التعليقات اسفل الفيديو وطبعا اذا عندكم اي اراء لتطوير القناه او تطوير محتوى القناه تقول لنا كمان في قسم التعليقات واحشوفها تعليق تعليق وطبعا بكل تاكيد لا تنسوا تشتركوا بالمسابقه اللي رابطها بالوصف اسفل الفيديو حتى تربحوا نسخه من نسخ البرنامج لاسترجاع البيانات وهذا كل شيء بخص مراجعه الاي 8 2018 اذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناه وفعلوا جرس الاشعارات تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك إنستغرام تويتر جميعها الرابط بالوصف اسفل الفيديو كان معكم عدنان العين في رابط صفحة قناة على الفيسبوك كمان تابعونا عليها يمكن نسيت أقول سلام